قد لا يكون اليوم، ولكنني سأجعل والدي فخورا بي. حسنا. لا حقا، متى يمكنك يا ستحدث فوضى. Ah!
سأتجاوز إحدى روبوتات تشارجر لأدخل بهدوء حتى لا أفزع الأطفال. جزء من مملكة الشمس وكارجا. هذا يعني أن السفارة ستقام. حسنا، لأجد المسؤول هنا، لكن ليس قبل التزود بالمؤن، لأتفقد المكان أيضا. إيرند هناك، ربما يكون غضبا. عليك يا بني، هناك جدار بينك وبين التيناك. أجل سيدي. لما العبوس يا مافاس؟ هل تريد الخروج؟ كلا سيدي. هل أنت المسؤول هنا؟ معذرة، لا، غالبا هو القائد نوزار. أنا لوان النائب. إذا ماذا يجلب فتاة نورا إلى الضوء القاحل؟ أتيت لأجل السفارة، عليها أن تنعقد لأتجه غربا، وربما مع وجود فواديس المثابر سنتمكن من بدء الأمور. أجل، كاهن قرص الشمس دخل مع مرافقه وهو يحدث الجلبة. يبدو أنه يحب مخطوطاته، لكن السفارة لا تزال مؤجلة. أشار القائد نوزار إلى جاهزيتنا، لكن مرشالات تيناكث لم تنفخ بها. حسناً، لا بأس، لأعبر البوابات، لدي أمور معهم. متأكد من ذلك؟ لكن لا يمكنني، هذه أوامر القائد. عادة تكون البوابات مفتوحة لمن يجرؤ على الخروج. نباشو أوسيرام وقلة جريئة من كارجا، لكن لا دخول ولا خروج قبل انعقاد سفارة. سيتم الفتح بمجرد مغادرة تيناك. أين القائد نوزار هذا؟ إن كان هو من يوصد البوابات فسأقنعه بفتحها. سأخذك إليه، لكن علي تحذيرك. القائد لا يخرق القواعد، خاصة عندما يكون غاضباً. سوف نرى هذا. من هنا. ثمة نشاط يجري هنا. عاثت التيناكس فساداً خلال الغمام الحمراء. عامان من العمل ولا يزال أمامنا الكبير. كاد توقف العمل في تشانسكريب أن يوقفنا، لكن سمعت أن فتاة نورا أعادته. كنت أمد يد العون. متأكد أن أولفاند صره ذلك. تنحى أيها الجندي. سيدي. ذاك القائد يجدر بك الاستعداد. بالتوفيق. كيف سنقيم سفارة مع قبيلة تعجز عن حكم شعبها؟ ماذا عساك تتوقع من برابرة؟ إيلوي، صحيح؟ أجل، التي أخلت الوادي من الخطر؟ إيلوي.
نقدر خدماتك جدا، ونحن مستعدون لبدء السفارة. ألم تعطوا الإشارة؟ على الطرفين إرسال الإشارة، وحتى ينفخ الهمج بوقهم ننتظر. أجل، حيث إن أول ما يجب هو إخرس. لما التأخير؟ إن التناكث قبيلة مكونة من 13 كم راية ترين؟ ستنتظرون؟ اكتشفوا ما الخط. هذا ليس الشرق الهمجي الذي أتيت منه يا فتاة نورا، بل الغرب المحظور. إن لم تحبيها عودي إلى ميريديان وقدمي شكوى. ميريديان التي أنقذتها؟ صحيح، لا أحد يعبر البوابة حتى وصول العشيرة 3 ونفخ بوق تناك، ولا حتى منقذة ميريديان. شكراً، انتظرت كثيراً، وقت الذهاب. قطعاً لا، السفارة تعتمد على الالتزام التام ب... هذا لن يحدث. هل تقنع نفسك؟ أحدهم قادم، يمتطي روبوت. البوابات رجاءً. لا تدعوها تعبر البوابة، هذا أمر مباشر. آسف، لا أستطيع. أطلب بلطف. هل أعرفكم العمل؟ هاي بار. أهلا إيرين. كيف الحال؟ كالمعتاد، يعترض الناس طريق إيلوي. لن يبقى. طفح الكيل، اعتقلوها. أود رؤيتك تحاول. دعم ناري. مستعدون. أنت نوزر. أيها الوغد الغبي، أتظن أن لديك سلطة لغلق هذه الأبواب في وجه منقذة ميريديان؟ ماذا سيفعل ملك الشمس أفاد حينما يسمع بما فعلت؟ سيرقيك؟ ها؟ دعوها تعبر لإنقاذ العالم. نسيت شيئاً في ميريديان؟ اسمع يا فارل. لا يهم، وصلت في الموعد. القبيلة التي ذكرها مراد تينان، نحتاج موافقتها للذهاب غرباً. أجل، اعتقدت الأمر لطيفاً لولا محاولة قتلي. لكن السفارة لم تبدأ، هل سندخل عنوة؟ كفى سياسة وتأخيرات. حسناً، لديك دعم على الأقل. ذاك هو الخط بين الشرق والغرب، عبريه وستموتين. تمهل الآن ولنهدأ. ممنوع دخول الوادي لحين إطلاق إشارتنا الصوتية، ذلك هو اتفاقنا مع الكارجا. لست كارجا، جئت بمفردي أطلب حق العبور. لكنها فتحت البوابة لك، ما سبب هذه المخالفة هنا؟ لما يرسلون طفلة؟ هل يريدون التفاوض أم لا؟ الكارجا لا يوثق بها، هذا معروف. انسوا الكارجا، فلا علاقة لهذا بها. سأذهب غرباً لإنقاذ الأرواح، وربما أرواحكم. الحياة التي بوسعك إنقاذها هي حياتك، وذلك بالتراجع الآن. مهلاً، تقول حقيقة واحدة، ليست كارجا، إنها نورا من الشرق المتوحش. إن كانت ستنقذ الحيوات فلما لا نستمع؟ لأحدثها، معروف أخير لزميلكم قبل أخذه بعيداً.
الصهباء الجسورة نورا، لابد أنك منقذة ميريديان. فقط إلوي. أنا فشاف العنيد، آخر من تبقى من جيش شمس الغروب. أنت فجاف، أعطاني أفاد رسالة لك، ينتظرك في ميريديان حيث تنتمي. أفاد كان لبقاً، أهتم بشأنك الآن بعد ثقة ملك الشمس بك، لكن إن تحالفاً كهذا مع الكارجا قد يضرك هنا كما فعل معي. كما ترين التوتر عالٍ، عليك الحذر من هذه السفارة، سيعيدونني إلى مملكة الشمس بادرة قد تهدئ شكاوى مؤلمة، وها أنت أتيت غير معروفة. أنا لا أريد المتاعب، أحتاج الذهاب غرباً. إن كان رأيك فقد أساعدك، لكنني أريد بعض الضمانات كي لا أندم على هذا. سألتني لما أريد حق العبور؟ سأخبرك، لن تحب إجابتي. قبل 6 أشهر الوضع عواصف عاتية وتسمم المياه وغضب الروبوتات. مصدر هذا ذهب إلى الغرب وأنا وحدي من تستطيع إيقافه. رأيت العلامات وسمعت قصصاً عما يحدث في ميريديان. جيش الشياطين هزمتهم بطلة صهباء، لذا أصدقك. وطأة مهمتك على جبهتك أوضح من أي علامة لدي. سأمنحك هذا كدليل على حقك في الدخول إلى تيناكس. مهمة مهمة، وأنتما فقط؟ صدقوا شخصاً دبلوماسياً، الحلفاء مهمون. إيكارو أفضل من يعرف الغرب، ربما يساعدكم. يروع الآخرين لكن لا تتأثروا، يحفظ العهد. ربما إن احتجته. اختيارك، ستجدينه في قصره خلف الجبال جنوباً. أخبريه أني أرسلتك وسيستمع لي. انظر راية عشيرة السماء. أيها المرشلات، لم يكن الأمر سهلاً، لكن عشيرة السماء معي. والقائد؟ لا، أقنعت القليل فقط. لا يعرف بعد أننا قد غادرنا. لدينا رايات من العشائر الثلاث، لو رايات عشيرة السماء أقل فلا يهم. إنه محق، أطلق البوق. ماذا يجري؟ ليس كل الدين هاكث يرحبون بالتفاوض مع كارجا، لكن ما حدث كاف للتفاوض. إذن سأذهب. لا، لن يسمح الباقون. أردت المرور وسيحدث بعد السفارة. فتح الكارجا البوابات. كما أشرقت الشمس على أرض تحارب، فيمكنها أيضاً أن تغرب والأرض في سلام. اليوم كما أنتم يا مرشلات تدعون انتماءكم إلى تيناكس. رجالة، أكبر أخطاء الزعيم هيكارو، وخصم كان لابد أن يقتله. لقد نسيتم أن شعبنا ولد وسط دماء، دماء كارجا، ولكنكم قدمتم ولاءكم إلى الزعيم الذي يتواطأ مع العدو. هيكارو قد خاننا،
والسفارة دليل، وأنتم أيها المرشلات شركاؤه، لذلك أحكم عليكم بالموت. تحتاجين لتهديدات حقيقية أكثر لإرهابنا. يركبون روبوتات. أين يتعلمون ذلك؟ سايلنس. فشاف، تعال معنا وإلا منعت. يا رماة، فلتحرقهم. أترين؟ نحن الآن فقط. أنت تعالي وحاربي بإنتاج. حامل الرماح إلى المنتصف. استعدوا. اختبئوا، الهجمات على الهضبة. جدوى من هذا. Thank you.
أحتاج مزيد. بارد. رجعونا من الأسر. كذلك لننهي.
توقفني. ستنجين بحياتك اليوم أيها الرفاق. تذكروا اليوم، اليوم أهلكتم المرشلات وذبحتم كارجا، ومن هنا تبدأ حربنا مع هيكارو. تحركوا. ستذهبين من دوني، صحيح؟ أنا عالق مع إيرند حالياً. هيا سأعيدك إلى الحصن. وقت النبش يا أولاد. لا أظن بإمكانه الضرب، لكن لأستخدمه للانزلاق. نحاول ترتيب هذه الفوضى. يبدو أن تيناكث لديهم حرب أهلية. يبدو هذا صحيحاً. لم يتوقع المرشالات هجوم ريغالا. وقتل وابدوكارجا بأكمله. نوزار، واديس، وفشاب. كانت مذبحة. ماذا ستفعلين؟ علي الذهاب إلى الغرب. وآمل ألا يزال حق العبور سارياً. من أجل ما أريد، سأعبر كل أرض تيناكث إن اضطررت. إن الطريق طويل أمامك. هذه عتبة الأرض المحبور. أرض تيناكث بعيدة، فوق الجبال التي تحد أغنية السهل، موطن قبيلة أوتارو. هذه ليست أرض تيناكث؟ كل ذلك؟ إنها الأرض المحايدة. كان يجب أن تكون أرضاً محايدة، لكن ريغالا أهملت ذلك كما يبدو. المتمردون أتوا من الشمال على هذه الروبوتات التي يركبونها، أي أنهم عسكروا في هذا الاتجاه. كانوا يركبون برسلباك، وهناك برسلباك في وادي الرعب.
المتمردون حرروها إلى وادي الرعب؟ وكيف ذلك؟ لا أعرف، لكن يستحق التحري. وأنت بعيدة، البعض من كارجا وأوسيرام خرجوا قبل أن تغلق السفارة. تفقدي أمرهم واطمئني عليها. سأتولى أمرهم. هل طويل العنق بالجوار؟ طويل العنق؟ يوجد واحد هناك قرب أوتارو، لكن لماذا؟ إن الشرح صعب، ستعلمني حالة الأرض. أتودين معرفة شيء قبل مغادرتك؟ علي الذهاب الآن. حظا موفقا، ستظل البوابات مفتوحة لك. اطمئني على ألتقائك، سنعالجه. شكرا. ألتحمك الشمس يا تيلوي، عسى أن تجدي الندوة. إذن انزلق. شيء يحدث في ذلك المخيم. لماذا تظهر الفروع الأخرى كدلاء بالية من الخبز؟ هل في وسعك فعل ذلك؟ هيا يا كيروف، تعرفني.